يكون في حضور يعني سعودي من خلال الألعاب الفردية. يعني نعم صرنا نشاهد أبطال سعوديين اليوم، يعني في نعم السابق يمكن كان الاهتمام دكتور منصب على كرة القدم كرة القدم، صحيح تتفق معي هذا ولا الكلام؟ زال، لكن 100% صحيح. واليوم صرنا يعني كل يوم نتفاجأ ببطل سعودي في مجال مختلف، ألعاب فردية، يعني شاهدنا يعني حصلنا على بعض الميداليات الفضية الأولمبية الأولمبية. نعم نعم إيش يعني هذا يعني اليوم في القطاع الرياضي السعودي؟ الحقيقة هذا الدليل على أنه ذكر الأمير عبد العزيز له مقالة جميلة، وذكر كلام جميل: دعم القيادة يحقق الريادة. الله. هذا الدعم، الله، هذا عنوانه الحقيقة. أنا ما هو كلامي، كلام الأمير، يقول دعم القيادة أدى إلى الريادة. الريادة إحنا الآن في ريادة، سواء للأبطال اللي حققوا إنجازات للمملكة، أو أيضا لو نزلنا إلى القيادات الرياضية أيضا، تبوأت في المحافل الدولية مقاعد عالية، منهم الأميرة ريم بنت سلطان، بنت بندر بن سلطان، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، وهي أعلى سلطة في الرياضة في العالم. الأمير عبد العزيز بن تركي نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس اتحاد التضامن الإسلامي، رئيس الاتحاد العربي للجان الأولمبية، الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد العربي، يترأس العديد من اللجان في المجلس الأولمبي الآسيوي، وكثير من القيادات الرياضية تتبوأ مقاعد في الاتحادات الدولية العربية أيضا العربية نعم، والآسيوية والقارية، هناك شبه اكتساح. هذا هو الدعم يؤدي إلى الريادة. جميل. سواء الدعم اللي زي ما قلنا للأبطال أو للقيادات، أو الآن لما نقول البنية التحتية، الدعم الكبير اللي جاء للمنشآت الرياضية، الملاعب، الصالات. الآن في الوقت الحاضر، اليوم نعيش انطلاق أول دورة ألعاب سعودية. هذه الشعلة تجوب مناطق المملكة الآن، وهي محل تقدير. أولا تلاحظ أمر المناطق يستقبلون هذه الشعلة. صحيح. الدعم الكبير يعني حقيقة نشوفه في هذا المجال، وأنا يعني أشكر وأثني على عمل الأمير فهد بن جلوي في اللجنة الأولمبية في انطلاق هذه الدورة اللي هو رئيس يديرها في جميع الألعاب، وأيضا المكافآت العالية اللي ما حد يحلم فيها أي لاعب. صحيح. طيب